السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما غنبقاو في سلسله حلويات ديال العيد. اليوم غندير معكم حلوه جديده. انا عندي المقادير هنا، عندي هنا نص زلافه ديال الكاوكاو هكذا مطحون، وعندي نص زلافه ديال السكر صغير، وعندي نص زلافة ديال الكوك حمرتو وطحنتو، وعندي 200 غرام ديال الزبدة، وعندي قشور ديال برتقالة مبشورة، وعندي جوج ديال البيضتين كاملتان، وعندي نصف يعني 7 غرامات ديال خميرة الحلويات، وعندي الدقيق الابيض، وعندي هادو باش نزوق. ملي غنكمل غنزوق منه للفوق حتى تطيب ليا الحلوه ديالي، ملي غنخرجها عاد غنزوقها. راه هاد الحلوه غنديرها على شكل هلال. دابا غنبدا بسم الله. غندير الزبده، غنخدم الزبده مع السكر. هاد الحلوة السر ديالها هو الكوك، حيت الكوك إلا تحمر كيجي المذاق ديالو رائع، وكيجي هشيش، وكتجي الحلوة هشيشة. خصنا ضروري نطحنو، إلا مطحنش كيجي هاديك الحبيبة ديال الكوك. صافي، دابا غنزيد البيض، غنخلط جميع العناصر يعني. وغناخد قشور ديال البرتقالة مبشورة، وناخذ العناصر الكوك والكاوكاو. صافي، غنزيد الطحين، وغنزيد الخميره في الاخير. صافي، نجمع العجينه ديالي بالدقيق ونطلقها ان شاء الله. دابا العجينه ديالي جمعتها وكتجي طبق. دابا غندلكها، غنكرسها، وغنطبعها بالطابع ديال اللي بغيتو نتوما. انا بغيت الطابع ديال الهلال. اللي بغيتو نتوما اي طابع بغيتو نتوما ديروا، هذا يكون اختياري. صافي، دابا غنبدا ان شاء الله ونتلاقى. دابا البنات انا غنبدا التلك، درت الميكان لتحت ودرت العجينه، وكراني كنت وريتكم الطريقه. تابع البنات، راني بديت تزيين الهلال ديالي. راهم واجدين، شوفوا هما واجدين. دابا راني زينت هادو، دابا غنوريكم كيفاش كنزين. كناخد بحال هكذا، كناخد هاد العقيق كنديرو في الوسط. هاد الكريمة هي بحال هنا في هولندا كيسميوها زاخ توبينا، هي هادي بيضة بحال الفوندون، هي بحال الفوندون دغيا كتلبس. ودابا غناخد هاد اللون الوردي، غنخلط، غندير الابيض والوردي.
بحال هكا. غندير الحلوه هنا، غندير هنا درت فوق هذيك العقيق، العقيق وردي، وهنا غندير العقيق ابيض، غنختلف الالوان بحال هكا. شفتوا كيفاش كتجي؟ بحال هكا، والابيض كيجي بحال هكا. صراحه كتجي عليه زوينه، على عندها واحد المنظر مزيان. صافي غنكمل على هذه الطريقه حتى نكمل ان شاء الله ونتلاقاو لطبق تقديم. هادو كيتباعوا، هادو كيتباعوا معاهم الرز ديالهم. انا خديت هذا الراس تباع ربعه ديال الريوس. هلاك غنعاود معاكم عاود الطريقه اخرى. يعني طريقه سهله وكتجي عليها واحد المنظر رائع. وكل واحد الطريقه ديالو في التزيين. انا هذه هي الطريقه ديالي، نتمنى ان شاء الله تعجب لكم ونتلاقاو. شوفوا البنات، ها هي الحلوه ديالي وجدات. شوفوا كيفاش كتجي، الوان رائعه، كتجيب واحد المنظر رائع ومذاق رائع مع داك الكوك اللي فيها الداخل هذاك الكاوكاو. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم وتجربوها، هي سهله ومذاق رائع ومنظر رائع. شوفوا كيفاش كتجي، ان شاء الله تجربوها وديروا لايك وديروا اشتراك. نتمنى ان شاء الله تدعموني دائما باللايك ديالكم، ونخليكم ان شاء الله حتى فيديو اخر. يلا بسلام عليكم.